أكثر حاجات تخوفني في أمريكا، لأمريكا بلد كبير وفيه برشا جنسيات وبرشا ثقافات. طموحاتي كان زي أي شاب نفسي أسافر. ما كانش عندي شي هدف كبير ولا شي حاجة، كان الأساس أنني نغير المحيط. ما إنسان يلزم يضحي، صحيح باش تبعد على عائلتك، باش تبعد على أصحابك، بلادك كل، أما الإنسان ما ينجمش ياخذ كل شيء يتمناه في الدنيا هذي. أمريكا ما بتعملش أحلام، أنت بتلقى معك حلم معين، يا تحققه ما تحققوش. حلم البطاقة الخضراء على الجزيرة الوثائقية.